الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلام إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله في كتاب اللباس، قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه النسائي والحاكم، وقال: حديث صحيح. هذان الحديثان، حديث ابن عباس وحديث سمرة رضي الله عنهم، فيه استحباب لباس البياض، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العلة كما في حديث سمرة، قال: فإنها أطهر وأطيب. فلباس البياض هو اللباس المستحب لحث النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وقد ذكرنا في الدرس السابق أن استحباب لبس الثوب الأبيض هو السنة، وأن لباس ما دون الأبيض جائز، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلبس البياض، وأما بقية الألوان التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم فهي من فعله، فيدل على جواز لبس غير البياض. وقد ذكر بعض العلم أن الأفضل في حال المرء أنه يجمع بين هذا وهذا، بأن يلبس البياض وغير البياض، ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لبس هذا وهذا، ولكن يكون البياض هو الغالب عليه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيلبس بقية الألوان جوازاً واقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم. والأمر في هذا واسع، ولكن لبس البياض لا شك أنه الأفضل لحث النبي صلى الله عليه وسلم عليه. والعلة أنه أطهر وأطيب، ومعنى أطهر أي أن الثياب البيض يتبين فيها الوسخ مباشرة، حتى ولو كان قليلا ولو كان يسيرا، بخلاف الألوان الأخرى فإنه قد يتجمع فيها الوسخ ولا يظهر للمرء هذا الوسخ، بخلاف الأبيض فإنه يظهر من أول وهلة، فهو أطهر وأيضا هو أطيب وأجمل وأنظر، كل ذلك واقع في اللباس الأبيض. ثم قال: وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه، أو قبله قال: وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، يعني كان مربوعا ليس طويلا ولا قصيرا، وإنما كان مربوعا صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل ولا بالقصير. قال: ولقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. متفق عليه، وهذا فيه جواز لبس الأحمر. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن لباس الأحمر، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت عليه حلة حمراء، فاختلف أهل العلم في هذه المسألة، في مسألة اللباس الأحمر هل يجوز أو لا يجوز، ولكن أحسن ما جاء في أقوالهم ما ذهب إليه ابن القيم وغيره من أهل العلم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الأحمر، الأحمر الخالص الذي كله أحمر لا يوجد فيه ألوان أخرى، فهذا المنهي عنه، ويبقى النهي على أصله في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الأحمر. وأما لبس النبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء فهذا ليس أحمر خالصا، وإنما هو يكون كمثل هذا الشماغ مثلا، يكون أحمر ولكن فيه بياض وغير ذلك من الألوان، فهذا لا بأس به. أما الذي لا يجوز ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأحمر الخالص، وهذا أقرب الجمع بين النهي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين فعله في لبس الأحمر صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلال، فجعلت تتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا،
حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع، متفق عليه. قال النووي: العنزة هي العكازة أو نحو العكازة. هذا الحديث أراد المصنف رحمه الله بيان لجواز لبس الأحمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خرج عليه حلة حمراء، خرج عليه حلة حمراء، فدل على جواز لباس الأحمر. ولكن كما ذكرنا أنه الأحمر غير الخالص، غير الخالص، أما الخالص فإنه منهي عنه. ومن هنا ننبه على ما يلبسه اليوم بعض الناس من الثياب الحمراء الخالصة التي ظهرت لنا في الفترة الأخيرة، فهذه على هذا القول أنه لا يجوز أن تلبس، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبس. وعلى قول بعض العلم أنها للكراهة وليس للتحريم، فهذا قول آخر. ولكن المسلم عليه أن يبتعد عن الأمور المشتبهة، فإذا أراد أن يلبس الأحمر يلبس الأحمر المشوب بغيره من ألوان أخرى، بالبياض وغير البياض، حتى لا يقع في النهي ويخرج من المشتبهات ومن خلاف أهل العلم. ومن فوائد هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني أنظر إلى بياض سقيف، فتوضأ وأذن بلال فجعلت أتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمال حي على الصلاة حي على الفلاح. هنا مسألة في قوله يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني في الأذان، أذان بلال رضي الله عنه بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم. أولا دلت السنة على أنه في قول حي على الصلاة حي على الفلاح أن المؤذن يلتفت يمينا وشمالا، يلتفت يمينا وشمالا. المسألة الثانية: يلتفت يمينا متى وشمالا متى؟ هل في حي على الصلاة يكون يمينا وحي على الفلاح يكون شمالا؟ الحديث يحتمل، فمن أهل العلم من قال يقول حي على الصلاة على اليمين وحي على الفلاح على الشمال، ومن من قال يقول هذه مرة وهذه مرة، يعني يقول حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، يمين وشمال. ومن من قال اثنتان، يعني حي على الصلاة يمين واثنتان حي على الفلاح شمال. والحديث يحتمل هذا ويحتمل هذا، والأمر في هذا واسع. المسألة الثالثة المعلقة بهذا أن الأصل في مثل هذه الحركة أنه يقول يمينا وشمالا أنه ينتشر الصوت، أنه ينتشر الصوت فيصل الأذان إلى أعلى مدى وأبلغ مدى. الآن مع هذه يعني الأجهزة الحديثة بالمكبرات، هل تبقى هذه السنة أو لا تبقى هذه السنة؟ فإن قلنا إن هذه الحركة معللة لها علة وهي بلوغ الصوت، فإنه لا يحتاج إليها مع هذه المكبرات، لأن الصوت يصل بهذه المكبرات. بل قال بعض العلم إذا التفت يمينا وشمالا في حي على الصلاة حي على الفلاح قد يذهب شيء من صوته أثناء الأذان. ولكن يجاب على هذا أنه حتى والتفت يمينا وشمالا يلتفت وهو في مكانه، والصوت يصل في المكبر ويصل بالمكبر. فيقال في مثال هذه المسألة أنه لو ترك فلا بأس، لأن القول بأن العلة هي وصول الصوت فإن هذا قول له وجه. وإن فعل السنة حتى لا تنسى وحتى لا تترك وحتى يتعلم الناس هذه السنة ولا تندثر، فإن هذا لا شك أنه أولى وأحسن. وذلك لأنه لا يضمن الإنسان أن مثل هذه الأجهزة تبقى، قد تذهب في يوم من الأيام، قد تنقطع في يوم من الأيام، فلا بد للسنة أن تبقى. ومثل هذا يقال في وضع الأصبع في الأذن أثناء الأذان، هل تبقى أو لا تبقى؟ لأن العلة نفسها هي قوة الصوت وانتشار الأذان، فمع هذه المكبرات تنتفي هذه العلة ويصل الصوت حتى وإن لم تضع الأصبع في الأذنين. فيقال على هذه المسألة كما قلنا في المسألة قبلها أن الأفضل والأحسن أن تبقى السنة، أن تبقى السنة حتى لا تندثر. وأنت إذا فعلت هذا فأنت إن شاء الله على خير، بخلاف لو أنك تركتها فإنه يحتمل أنك أصبت أو لم تصب. فلذلك الأفضل في هذا أنك تبقي السنة كما هي حتى لو كان الأذان على هذه المكبرات. ثم قال هنا: ثم ركزت له العنزة. والعنزة هي يعني مثل المعكازة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذها معه في أسفاره. فركزت له العنزة فتقدم فصلى، وضعها النبي صلى الله عليه وسلم كسترة له في الصلاة. وهنا يتأكد لنا استحباب السترة، وإن كان بعض العلم يرى وجوب السترة وهو قول قوي ولا شك، ولكن يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات مرة إلى غير جدار، فقال العلماء هنا يدل على أنه صلى إلى غير سترة،
فدل على أن الحديث التي جاءت في الأمر بالسترة أنها من باب الاستحباب، ولكن هذا الاستحباب استحباب مؤكد، استحباب مؤكد، فينبغي للمسلم أن إذا صلى أن يضع أمامه سترة، لأن هذه السترة إذا وضعها تقيه من قطع صلاته، تقيه من قطع صلاته. وإذا وضع الإنسان السترة فإنه لا يجعل أحدا يمر بين يديه في صلاته، بخلاف لو لم تكن أمامه سترة فإنه هو الذي هول على نفسه هذه المسألة، فلو مر أحد عليه بين يديه نعم له أن يمنعه، ولكن هو مفرط في عدم وضعه للسترة. وهنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ركزت له العنزة، وهنا نستفيد أنك إذا لم تضع السترة لو وضعها لك لو وضعها أحد غيرك لك فإن هذا لا بأس به، ولكن هذا الحديث يعني يحتمل أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو بإقراره. أما لو صلى الإنسان ولم يضع هو لنفسه سترة، هل توضع له سترة ولا توضع له سترة؟ يعني بعض الناس الآن تجده يصلي ولم يضع له سترة، هو مفرط، هل تأتي أنت وتضع له سترة؟ هذه المسألة حقيقة فيها نظر وتحتاج إلى بحث فيها، لأني لم أجد حقيقة كلاما لأهل العلم فيها، وتحتاج إلى نظر وإلى بحث. فلذلك على المسلم أن يعتني هو بسترته، أن يضع لنفسه سترة حال صلاته تقيه من قطع صلاته. هنا في قوله صلى الله عليه وسلم، في قول راوي في الحديث، فتقدم أي النبي صلى الله عليه وسلم فصلى يمر بين يديه الكلاب والحمار لا يمنع. المراد بأنه يمر بين يديه الكلاب والحمار ولا يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمرون خلف السترة لا بين السترة وبينه. وإلى ما فائدة السترة حتى يفهم الحديث على وجهه؟ لأن بعضهم قد يفهم من هذا الحديث أن الكلاب والحمير تمر بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وبين سترته، لكن المراد أنها تمر خلف السترة، ولذلك إذا وضعت السترة لا بأس أن تمر بين يدي المصلي لكن خلف سترته. يعني بعض الناس كما نراهم الآن إذا رأوا ناسا يصلون يعني مثلا في الجماعة الثانية ووضع لهم سترة يتكلفون بأن يأتوا خلف المصلين، ما يلزم هذا، لو مررت أمامهم ما في بأس لأنهم وضعوا سترة، وإلا ما فائدة السترة؟ فلذلك وضع السترة وقاية لك من قطع صلاتك. وهنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يستفاد منها أن يعني سترة الإمام سترة لمن خلفه، فالنبي هو الذي وضع السترة والمأموم لم يضعوا لهم سترة، فدل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. فلذلك الإمام إذا صلى بالناس عليه أن يصلي لا سترة، لأنه ضامن لصلاته وصلاة من خلفه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الكلاب والحمير وكذلك في الحديث الآخر والمرأة يقطعون الصلاة، هل هنا القطع بمعنى الإبطال أو بمعنى إنقاص الأجر؟ على قولين عند أهل العلم، والصواب فيها أن مرور الكلب والحمار والمرأة يقطع الصلاة على ظاهره أنه يقطعها بمعنى أنها تبطل، ولذلك على المرأة يمنع الكلاب والحمير أو المرأة أن تمر بين يديه وبين سترته في الصلاة لأنها تقطع صلاته، على الصحيح من قول أهل العلم، لأن بعضهم يقول أنها تنقص ولكن الصواب أنها تقطع. أما ما دون الكلب، والمراد بالكلب هنا الكلب الأسود لأنه شيطان كما قال صلى الله عليه وسلم، الكلب والحمار والمرأة ما دونهم يعني غيرهم كالأطفال الصغار الذكور وغيره مما يمر فإنه لا يقطع الصلاة قطعا بمعنى الإبطال، وإنما ينقص أجرها. ولذلك أنت مأمور أن تمنع من يمر بين يديك أيا كان هذا المار، بل عليك أن تقاتله إذا لم يرتدع. فدل على أن المرور بين يدي المصلي أنه ينقص أجره لأنه مفرط في ذلك، ولكن إذا مر الكلب والحمار والمرأة فإنها تقطع بمعنى الإبطال كما هو الصحيح من قوله العلم. هنا قد يعني يشكل على البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وأمامه عائشة، فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعد عائشة أو أنه يبعد عنها في صلاته؟ فيقال أن المنهي عنها المرور. أما لو كان أمامك امرأة أو كلب أو حمار فإنه لا يقطع الصلاة ولا يبطلها، وإنما الذي يقطع الصلاة هو المرور هو الذي يقطع. ومن هنا أيضا نستفيد أن الذي يمر بين المصلين من دون قطع ومرور فإنه لا يمنع،
إن بعض الناس الآن تجده قد يعني يضع يده مباشرة حتى ولو كان الرجل مر بجانبه، وإنما المراد المرور القطع، هذا هو المراد. ولذلك ذكر العلم لو سلم رجل على رجل بين رجل يصلي أنه لا يقطع صلاته ولا يعتبر هذا مرور، وإن كان الأولى عدم الفعل لأن هذا يشوش على المصلي، ولكن لو فعل هل يعتبر قطعا أو يقطع أو يعتبر مرورا؟ لا يعتبر مرورا، ولكن لا شك أن عدم فعله هو الأولى لأنه يشوش على المصلي. فهذه بعض المسائل على هذا الحديث، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المسافة ثلاثة أذرع. أي نعم، لو ما وضع على سترة، ومر عليه مار فوق الثلاثة الأذرع فإنه لا يضر إن شاء الله. سام، الأفضل ما تصلي تجاهه، لا يكره.